انا مازال ندير ماتش واحد نسالي لا كارير بقالي واحد فين نحاولوا المغرب ما كرهتش المغرب لا ما تقولها اخر ماتش قول والله والله العظيم نحبس ويلي قلت لك غنشوكيك اليوم لا وتي الله لا صافي ماتش الاخر قول والله والله العظيم اكسكلوزيف اخر ماتش اللي غادي ندير حياتي يمكن خبر اكسكلوزيف ولكن كيضر شويه عندي 30 عام 30 عام ودوز بزاف في لي كومبات و ودرت بزاف وزعما الشامبيونات دي موند وزعما ما خلينا والو ما في الرياضه ما خلينا والو واحد خصو يحبس في واحد المرحله اللي زعما طوب ما خصوش يكثر 30 عام وعندنا بديت عندها 3 سنين بغينا نكفروا حتى لحقوا طريقها فهمتيني صافي هذا هو لوفان ديال البدراري في الكاريير ديالو في البوكس وبقى لي ماتش واحد فين ما كرهناش المغرب كيفاش ما كرهناش حيت خصنا شنو اللي خاص باش دير ماتش في المغرب حتى كيفاش ما كرهناش وتر خصو يكون في المغرب كيفاش ما كرهناش المعاونه ماشي شنو اللي خاص المعاونه ماشي تم ماديا حيت حنا ما فلوس ما تاع علاقه حنا ما نجيوش باش نربحوا ولا باش نديروا حنا غير المعاونه يعاونونا الوزراء يعاونونا الواليين ديال المدينه يعاونوهم اصحاب السطات يعاونونا اصحاب البوليس زعما هاد الناس كاملين ما نضمنش بان ما كاينش اللي غيعاونك في هاد الشيء لا يقدر يعاونوك جوج وما يعاونوكش ثلاثه فهمتيني زعما هذا هو المغرب وهذا هو ماشي غير المغرب الدولات كاملين فهمتيني كاين البيروقراسي الاوراق السيناتورات هادشي معروف مي هذا نداء نداء للمسؤولين نداء للوزاره انا اللي ما كرهتش هو المغرب و انا ما كنطلبش وما كنسولش كتجيني صعيبه شويه مي بور هاد لو ماتش نطلبو الماتش الاخر نطلبو واش فكرتي مزيان بابا؟ واه فكرت مزيان سنين وانا كنفكر عامين ثلاث سنين وانا كنفكر واه هذا الماتش الاخر اخر ماتش في حياتي صافي بركه وحيت عندي بزاف ديال لي جول اللي بغيت نتكونسنتر عليهم حوايج اخرين فهمتيني وقالت لي ماتش واحد هو الاخر فين لعبتو ولكن هو الاخر شحال الوقت حيت الا قلتي بدر الا دابا العالم غادي يسمع حنا غنديروا في الويب تي في ديال راديو مارس ما قلتها حتى واحد قلتها لواحد 30 مليون لانترينور ديالي هو اللي قلت لا لانترينور هضرت معاه ديك جوج سيمانات جلست معاه هضرتي مع المدرب قلت لي مايك قلت لي صافي عييت قلت اخر ماتش ساليت وقال لي بدر هضرت معك بزاف المرات على هذه القضيه ولكن هذه المره تقت بك شفت في عينك حسيت بك قالت لي بدر بارك عليك حتى هو قال لي بارك عليك ماتش الاخر غيكون في المغرب باذن الله يا ربي غيكون في المغرب باذن الله باذن الله انا كما قلت لك انا ما كرهت زعماك ما كرهت زعماك الحلم ما كرهت زعماك سيدنا يرضى علينا في هذا الماتش وصار يا ربي أمين. اخر حاجه اللي نطلب من عمري ما طلبت شي حاجه من عنده وما عمري ما نطلب شي حاجه من عنده ان شاء الله اللي كنطلب هو يرضى علينا غير يقول لك باذن الله يرضى عليك في هذا الكومبا في المغرب هذا الشيء اللي كنطلب منه زعماك ما نطلبش شي حاجه اخرى غير يرضى علينا صح حاجه اخرى ما بغيتهاش ما بغيت منه لا فلوس ما بغينا لا هذه ما بغيت والو كل شيء من عنده انا الحاجه اللي بغيت من عنده هو سيدنا يرضى عليا يقول لي باذن الله يرضى عليك سير هذا الماتش الله يرضى عليك هذا الشيء اللي بغيت من عنده شي حاجه اخرى ما بغيتهاش يمكن غادي ناخذ غير فاصل لان يمكن بدر تاثر شويه طلب صاحب الجلاله الله ينصره الله يخليني لا يرضى على بدر ويحقق لي الامنيه انه يلعب في المغرب ويهز الدرابو وهز الدرابو في العالم كله وبغى يهز الدرابو في بلاده وهذا طلب لصاحب الجلاله والشعب المغربي يا ربي يحققوا لينا كاملين